العاب مخيفه بس مش مخيفه بنفس الوقت، والمركز الاول حيخليك تموت من الضحك والخوف بنفس الوقت. المركز الثالث لانش ليدي، انسه الطبخ او اشي زي هيك. انتوا شايفين صورتها صح؟ كل بساطه بتيجي تلحقك وانت بتحاول تجمع بعض الاغراض، بتطلع لك الطريقه مخيفه. بس يا اخوان لعبه بتضحك، فاهمين؟ لعبه بتضحك وبتخوف بنفس الوقت. محاكي الغش، لعبه انت بتحاول انك بتكون بالصف، بتحاول انك تغش، بتحط الكتاب قدامك وبتحاول انك تاخذ اجابات من تحت الدر، تحط تليفونك وزي هيك. بكون في معلمه قدامك، وهي معلمه يا اخوان هيك لازمك تحاول انك ما تنمسك، واذا انمسكت حتهجم على جدك وتاكلك. بالمركز الاول ديث تريبس، انت بتكون محقق، بتكون بفندق وفي قاتله متسلسله اسمها ديث ليدي، وانت لازمك تقبض عليها. بكل بساطه يا برو بتطلع فوق، تفتح المصعد، بتلاقيك مكان ظلمه هيك، ابصر كيف، ولفجاه في هاي ديث ليدي بتقعد تمشي قدامك، وابصر كيف ولا توقع وتنتهي. وهيك بيكون حكينا عن